يعني اليوم كانت فرصة للآباء للقاء أولا قدام المدرسة للتعبير عن الرفض ديالهم، استعمال الأبناء ديالهم كورقة للضغط من أجل تحقيق أهداف، ولا من أجل يعني الدفع بهذاك الخلاف اللي كان ما بين المؤسسات الخصوصية والآباء من ناحية يعني الأداء الواجب ديال هاد الثلاث أشهر الأخيرة من هاد الموسم الدراسي. فاحنا جينا قدام المدرسة كلثوم وعبرنا على الرفض ديالنا للمسؤولين على المؤسسة اللي ما استجبوش المطالب ديال الآباء، والجواب ديالهم ما كانش كي يعني كيلبي يعني ولا كيستجب لهاد المتطلبات، بحيث يعني من ناحية الأداء يعني لا بروبوزيسيون اللي كانت ديال المؤسسه لا تليق يعني بالمستوى المطالب ديال هاد الاباء. حنا ما كنطالبوش يعني بمساعده ماليه، حنا كنقولوا كان واحد لو سيرفيس في هاد الاشهر الاخيره اللي ما كيستحقش الخلاص ديال 100% ديال هاد الواجب الشهري. فبالتالي ما يمكنش نوافقوا على واحد تخفيض بخس اللي ما كيستجبش المطالب ديالنا. من بعد يعني اليوم كانت يعني الرغبه ديال الاباء الانتقال للنيابه من اجل التعبير على هذا الرفض ديالنا، وحتى من اجل يعني باش نوصلوا الميساج للنيابه على اساس انه المدرسه كترفض انه تعطي الشواهد سواء سيرتيفيكا سكولاريتي او لا اعاده تسجيل للاباء الراغبين في هذه الوثائق. وبالتالي اليوم تلقينا المسؤول عن المصلحه التربويه اللي وعدنا انه غادي يكون لقاء ان شاء الله يوم الاثنين من اجل يعني يكون واحد الحوار مع المؤسسه تحت يعني الوساطه ديال النيابه، وغنذكروا في هذه المسائل، وكنتمنوا ان شاء الله نلقاو واحد يعني واحد تيران دونتونت مع هذه المؤسسه. ولكن الوقفه ديالنا دابا عاجله ومستعجله، لانه ما يتمش الربط بين حقوقنا كآباء في إعادة التسجيل أو المغادرة أو الشواهد الإدارية بهذا الملف. أنا هنايا بالنسبة كنمثل عندي جوج الأطفال كيقراو في المدرسة ديال أم كلثوم. بالنسبة لي هاد المدرسة كانت عندي عليها واحد الصورة مزيانة وبزاف، وما عجبنيش هاد الحل اللي تعاملت معنا فيه الإدارة، لأن حنا في هاد المطلب ديالنا اللي كنطالبوا به ان الاداره تراعي الظروف ديال هذا الكوفيد اللي حنا عايشين فيه. ماشي ضروره ان اللي كنا كنفتشوا عليه لو جيست المادي، قد لو جيست ان الاداره تعامل معك بواحد الصوره اللي تخليك تحس بان ولادك في واحد اليد امينه، حطهم في واحد المطاع اللي هو امين اللي عايد يخليك تكون مرتاح ليهم. بهذا التصرف اللي شفنا من عند الاداره كيخلينا ما نكونوش مرتاحين، قد حيت حنا كنا كلثوم كانت عندنا بالنسبه لنا في النظر ديالي انا البسيط كانت كنحسبها من المدارس الممتازه في طنجه نظرا للتعامل الاداره، ولكن هادشي هذا دابا ما بقيناش كنلاحظوا، لان الاداره اللي ما تحسش بك كمواطن وتحس بالوضعيه ديالك وتحاول تقدم لك واحد الحلول اللي تكون مرضيه للاطراف كاملين، راه صراحه خاض الظن ديالنا بهاد المعاملات اللي شفنا منها. وكنتمناو يعني تراعى الظروف وتصلح الامور، لان مستقبل وليداتنا راه كيهمنا، راه حنا عليه اللي عايشين عليه، ودابا في هذه الساعه راه كنسمحوا في الخدمه ديالنا، كنسمحوا في الشغل ديالنا، وما يمكنش نبقاو كل نهار كل نهار، لهذا كنطالبوا بكل حال في اقرب وقت ممكن. وشكرا، السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.